السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم أينما كنتم داخل وخارج السودان، متابعينا في كل مكان. صباح جميل على الكل. حلقة نتمنى تعجبكم بكل الفقرات اللي عدناها لكم هنقدمها خلال هذه الحلقة الصباحية. يا رب نستمتع مع بعض. وأنا مباشرة نرحب بضيفي الأول دفع السيد سليمان العوض. مرحب بك أستاذ. المغني والملحن والموسيقار. الله يديه العافية. وهو أثار كثيرة تخصه، لكن لحد ما نجي راجعين هنمشي الكنترول نسمع واحدة من ألحانه ونعود نتواصل بعدها. نسمع الليالي والعشاء. تمام. كانت فرقة جميرة، وفرقة جميرة اللي هي ضيفي دفع السيد هو رئيس هذه الفرقة الغنائية الاستعراضية.
لانه هي بتعمل استعراض برضو. تعريف ثاني بسيط بضيفي، وهو الشقيق الاوسط ما بين الماحي سليمان وبين حمزه سليمان، الموسيقيين المعروفين بالنسبه لكم طبعا. والسؤال المباشر يعني سر ارتباط الاسره القوي ده بالموسيقى بشكل عام، التلحين والغناء. نعم، ارتباطنا ده بالموسيقى ده من والدتنا الله يرحمها، حجامنا. نعم. كان عندها ايقاع حلو، وكانت طوال يعني قدر ما نعمل حاجه هي تلقاها ظابطه في الايقاع يعني، ونحن ورثناه الايقاع ده من حجامنا. الوالده. وابوي كان بيحب المديح. اها. يعني زمان يحب المديح شديد. نعم. وكنا بنسمعه وبيمدح، وكان في بطريقه جديده، بطريقه محترمه جدا. نعم. فاحنا سمعنا حاجات كويسه. عشان كده تربت فينا هذه الافكار الموسيقيه. نعم. تربت فينا الايقاعات الداخليه. بالذات في دكتور الماحي. نعم. يعني هو نعم. كان الاول، وكان يعزف عود ونحن نقعد نعاين كده. بالضبط. يعني تعلمني منه حاجات. الماحي طبعا هو الاكبر. الاكبر. بالضبط. هو بعده انت، بعده حمزه. ايوه. حمزه سليمان. ربنا يخليكم يا رب. الله يبارك فيك. يعني بيت مليان فرح. الله يلعن. مليان جمال يعني. الحمد لله. وسعدتونا احنا. الله يديك العافيه. كجمهور وكمستمعين. احنا سعيدين بك جدا يعني والله. كل يوم تسعدوا هنا زياده، فدي اسره مفترض. الله يبارك. يتم الانتباه لها. الله يديك العافيه. انت بديت كمغني. نعم. بعد ذاك تفرغت لموضوع التلحين. ايوه. نعم. تفرغت تماما لموضوع التلحين. ليه؟ السبب شنو؟ والله يا اخي مش في حاجه يعني كده. نعم. لكن انا يعني ما اعرف، اقول احتمال العمر يكون عنده مراحل كده معينه. نعم. الزول ممكن اغني فيها، وثاني ممكن يكون في حاجه كده. يعني ما اخذت يعني، حتى الان انا ممكن قاعد اغني كويس جدا يعني. نعم. في الفرق الغنائيه، في البروفات بغني. نعم. الناس بيقول لي صوتك جميل يا اخي، المفروض تغني وكذا. عشان كده انا سالت السؤال ده، لانه سمعت صوتك في اثناء الاغنيه دي كان مسموع بالمناسبه. لا لا، هسه لو غنيت لك فريش كذا ممكن يكون حاجه ثانيه. ممكن حمزه يقعد كنب. يقعد كنب. مع انه حمزه صوت راغي. طبعا. صوت طبعا. جميل. صوت طبعا. بريتون. صوت صحيح. دافي. صحيح صحيح. يعني حمزه صوته يمتلك صوت ما شاء الله. منو دفعتك من الفنانين لما كنت بتغني؟ دفعتي سيف الجامعة، حمود تاور، ديل الناس اللي أنا غنيت معاهم. طبعا. كمية كده من. وده جيل عجيب. خالدي مثلا. خالدي قرا معي. هم دفعة. قرا معي لحد المستوى المسرح. بيكون دفعتك. اي، خالدي قرا معي. ودي دفعة عجيبة طبعا. الله يرحمه والله، كنا يا قال حكاية عجيبة. نعم. ما في زول بغني ساي. صحيح. بعدين هو زمان كان يعني بيتفلتر. يعني الناس بتقعد بتقول لك لا لا لا، الصوت دي كده ما كده، ودي كده. نعم. يعني كانت في براءة في الغنى، وكان وي زول ما في جواه. نعم. حاجة. نعم. عشان كذا الزمن الفات كان جميل جدا. نعم. الناس نفوسها طيبة خالص. الناس نفوسها حلوة. انت لحنت لناس غير فرقة جميرة؟ كتير. لشباب؟ كتير. زي منو مثلا؟ غنيت لحنت لهاني عبدين. كم عمل. نعم. ولحنت ل توماس مدني. اسرار. تحمل. اسرار بابكر. بابكر. هسه الان اديت اربع اعمال جديده. نعم. ومكارم. كلمه عمر لدكتور شادول. نعم. وكثيرين. الدرديري ما شاء الله والله. محمود عبد العزيز كان اشتغلتها في المسرحيه بتاعت توقيف في الخرطوم. نعم. لكن طبعا اغلب الالحان هي ماشيه لفرقه جميره. كل الالحان بتاعت جمير. نعم. لان انا ما اتجهت كثير الا بعد ما كان في عندنا مشاكل كده في شويه جميره. لكن لسه ان شاء الله راجع ان شاء الله. انا كنت عاوز اسالك يعني سر الاختفاء شنو، عدم الانتشار؟ ده غنى جميل والحان جميل. والله العظيم يا اخي الانتشار، انت عارف البلد بلك. نعم. يعني بقت كان داير تعمل لك بروفه ذاته. ها. نعم. بقت ميزانيه. صحيح. وبقت صحيح. تكلفه وحاجات كده، وبعدين الشغل ذاته ما سل الناس فنانين كلها بيشتغلوا من الوضع انه ما في. صحيح. شغل كثير وما في. نعم. حاجات حتى. نعم. الناس الاستوديوهات بقت بمبالغ قدرها. صحيح. والاغنيات الشعر لازم بقوا ما شاء الله. طبعا. ما كلاش بالضبط. يا والله. صحيح. يعني الحمد لله. صحيح. لكن بقوا كلهم عاملين مسارقه يعني. دكتور شادل ذو الفنان ما قاعد يسال من حاجه. نعم. بل هو داير
وانا دائما شخصيا انا بتعامل مع الشباب اكثر من اي حاجه كثير. نعم. اي زول فنان صوت جميل انا قاعد اتعامل معه. يا سلام يا اخي يعني. والله نتمنى انه الفرقه دي يعني تعود ثاني وتنتشر اكثر بالوضع اللي انت شايفه. والله باذن الله ان شاء الله. يعني وضع الغنى الحايم ده انت شايفه براك انت راجل ملحن. والله العظيم ملحن يعني وضع يعني. القناي في السودان بقى داير فلتره مصفى داير شغل. نعم. يعني اتمنى ناس المهنه الموسيقيه ذاتهم يكونوا جادين في نعم في حاجات ما بيعملوا فيها. لانه بنسمع في كلام عجيب والله. ايوه في شعر في شعر نحن غريب يعني غريب والحان غريبه. نعم. واصوات ذاتها غريبه. يعني نحن ما بنقول لزول انت كعب. لكن غني كويس. نعم. غني كلمه مضمون فيها موضوع غني لحن حلو او طور روحك. ايوه طور روحك اقرا موسيقى كده يعني عشان تكون بتغني صح يعني. اقرا صوت اقرا حاجات مثلا. لكن الليله كل يوم تسمع حاجات كده. نعم. يعني نحن بدل نمشي نحن زمان محمد الامين لما غنى مسافر مش كده؟ قلنا ما ممكن تسافر. قلنا ما ممكن تسافر. ايوه الشعب السوداني كله حفظها. نعم صحيح رغم انها طويله. جاب صحيح واحد اصعب منا ترارا قال متألم شوية مثلا ترارا يعني طور الاغنيه بقت الناس تسمع بتسمع هسه الليلة تسمع اغنيه سمحة بكره تسمع اهبط منها صحيح. والاهبط من الاهبط. نعم احنا كده ماشيين في تدهور وده ما الطبيعي يعني بتاريخنا الطويل ده فيه. والله انا اتمنى انه ناس الثقافه يكونوا مهتمين بالاغنيه والشباب. نعم. من المراكز تعبانه ما فيها ما فيها ما فيها يعني دراسه موسيقى ما فيها تكاتف ما فيها كلها بقوا ناس شغالين برا ناس مركز في مركز تلقاهم كلهم قاعدين برا. صحيح مرات بيكون مركز فاضي ذات فاضي هو فاضي لا في شاي لا في جبنه لا في ذول بيعمل بروف ولا في ذول ماسك العود ولا في حاجه. زمان الاتفاق ذاته للعداد بيكون من المركز. اي لا سيب التليفون في ذول قاعد بدفتر بالضبط داير فلان. ايوه بكده. نعم بس ما في الحاجه دي مش ايوه بس ما في هسه ما في بالتليفون بس كل ذول بالتليفون كده. نعم والله دي مشكله كبيره. مشكله صحيح مشكله للعازفين ذاتهم الناس هسه العازفين دول ما قادرين. صحيح الكل داري يبقى فنان داري يغني يا كميات رهيبه. وطبعا لانه دي تخلي عندها حاجه عندها علاقه بحاجتين الشهره والقروش. ايوه الشهره والمال كده اي زول داري يغني يعني. بس والله دي مشكله. وفي ناس ضربت معاهم مشت في ناس ضربت معاهم. صحيح صحيح هو طبعا الناس بقت تحبس حاجه. اغنيه خفيفه. نعم اغنيه راقصه. نعم يعني اجمل من اغنيه كبيره تكون اغنيه بتاع السمع. صحيح فدي مشكله. بقول لك لكن في النهايه بقول لك ده طلب السوق. بقول لك الناس دارين كده. والله انا ما انا 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 البتاع ده الكلام ده ما قاعد يخش في راسي. نعم انا ممكن اكسب النبي ادائي. نعم واللحن بتاعي والكلمات السمحه اكسبه. نعم. على الناس انه يسمع بالضبط. حنعود ده محور مهم والله. منو اللي بياثر في الثاني الجمهور ولا الفنان؟ ايوه المبدع. ايوه لكن احنا حنسمع لك ثاني عمل من الحانك جدا فرقه جميله برضو جدا ما في مشكله. على صدرك
الخميرة. المرة الثانية دي كلمات الشاعر الكبير والمسرحي قاسم أبو زيد طبعا. أيوه واضحة اللغة والمفردة. أيوه. وارد حس بأنه قاسم موجود يا أخي الفنان يا أخي. كيف؟ والله يعني هذا الصباح نقدم له كل التحايا القلبية والفرح. تصلوا إن شاء الله. إن شاء الله يكون دائما جميل ويكون ذول بصحة وعافية. إن شاء الله يا رب. راجل ظريف وراجل حلو صحيح. والله. راجل فنان قاسم رقم. فنان والله رقم بمعنى ما هتحمل لك. رقم مسرحي ورقم شاعري يصل تجاوزه يعني. رغم لا يتجاوز. طبعا طبعا. أستاذ قبل وقفنا في إنه في المحور وأنا أنا حاسب إنه محور مهم والله. اللي بيأثر في الثاني منه الفنان ولا الجمهور؟ والله الفنان بنسمع كثير والله السوق داير كده الناس دايرين كده الفنان ما يقول الفنان الناس عايزه كده الفنان هو اللي بيوصل الحاجه دي للجمهور هو اللي بيعدل السلوك ايوه هو اللي بيعدل السلوك ما الجمهور الجمهور يقول لك يا اخي ما تغني لي ذاته لكن انا بخصبه بالطريقه بتاعت الاداء بتاعتي وباللحن والكلمة الجميلة فيها مضمون يعني بيجي ناس في ثقافات عالية جدا صحيح مع الميديا دي والله في ثقافات عالية صحيح ناس بقت تفهم كلمات بقت تعرف صحيح حاجات زي دي وهو بشكل عام الفنون ده دوره تخيل لي مش اللي هو تصحيح السلوك ايوه وبس الجمال عند الناس يعني نحن لازم نغير السلوكيات في الشارع بالفن بالفن انا اتمنى والله برضو بتكلم مع وزارة الثقافة إنه يهتموا بالفنون الفنون دي كل الثقافات في الدنيا دي كلها في الفنون صحيح يعني يهتموا بالمراكز يهتموا بالشباب الحايمين سايم يعني عملوا لهم البلد الله يقول للأسف الشديد يعني آخر حاجة بيتم الاهتمام بها في الدولة دي هو الفنون للأسف الشديد والله ما في أي اهتمام بالضبط والناس حاسين بأنه ده المسرح صحيح المسرح منتهي صحيح والله المسرح منتهي مسرح القمي ده كان لما تقف فيه مسرحية ما بتلقى طريقة تمشي من الشارع صحيح ما بقيف كان ما بقيف مواسم طوال شغال صحيح هسه بقى والله تجي بالشارع في ده ما تلقى فيه أي حاجة مرات بيكون شهرين ثلاثة المسرح مقفل ستات هنا مش عارف قهوة بيجي صحيح ناس قاعدة مسرح مقفل بيكون شهرين ثلاثة بالمناسبة والله العظيم يعني شغل كده ما ولا حاجة مؤسفة حقيقة يعني كده البلد انتهت الثقافات البلد صحيح نحن بنرفع مستوى التعليم مستوى الثقافات مستوى الثقافات العلميه والمدارس الجامعات كله ثقافات بقت متدنيه جدا من عدم الفنون صحيح لكن لو في فنون شغال بصوره ممتازه الفرق والمنتديات الزمان المهرجانات اللي كان عملوها في السنين اللي فاتت كان في مهرجانات لحد ميلاد الاغنيات يعني. ايوه لحد ميلاد الاغنيات وعمل شغل كبير والله عمل طفرات جميله صحيح يعني اخر حاجه انا بتذكر السمو الخلف اللي عمل مهرجان الحقيبه نعم كان لو شن ورنا يعني صحيح في تقريبا المركز الوحيد الشغال بشكل راتب دار فلاح للغناء الشعبي ايوه ده له بشكل راتب كله ثابت عندهم والله عندهم منتديات كويسه لا خالص هاي. خالص لكن نحن حاني راجعين عشان نشوف الشعراء اللي تعاملوا مع فرقه الجميره لكن حنمشي فاصل جدا 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 أينما كنتم لكم التحية في كل مكان الناس اللي التحقوا بنا الآن لمواصلة صباح الشروق وما زال ضيفي معي شرفنا الليلة ومنورنا دفع السيد سليمان العوض مرحبا بك حبيبي ومواصلة لمن قطع من حديث وآخر حاجة وقفنا في الشعرة اللي تعاملوا مع الفرقة فرقة جمير نعم تعاملنا أول حاجة مع دكتورنا الله يرحمه محمود خليل نعم وأتمنى إنه أسرته تكون بخير وعافية وكان راجل جميل يا راجل الله يرحمه كان واقف معانا بصورة جميلة نعم. بداياتنا كانت في بيت محمود خليل نعم كان في منزله جنب التلفزيون هنا أستاذ هو في جامعة خرطوم لغة عربية نعم هو أسس لنا فرقة جمير بعد طوال عملنا مع اسمه اللهم صل قاسم أبو زيد في الأغنية اللي فاتت طبعا في الأغنية اللي فاتت يدق على صدرك اتعاملنا معه في عملين
حاجة اسمها الزمن المفضل. نعم. وإيدك على صدرك. وثاني تعاملنا مع شادول. شادول. دكتور شادول له تحية. أيوة. تعاملنا ثاني مع بنت اسمها مواهب. في كم عمل كده. نعم. يعني كمية من الشعراء. نعم. ولكن الألحان كلها كانت حقتنا يعني برانا يعني. نعم. واللي هي في 90% تقريبا كلها ألحانك انت يعني. ايوه كلها ألحان او تقريبا 100% نقول 100%. نعم بالضبط كلها. لكن في عزة بتاع الاورجن ده. نعم. يعني شويه كان بيضيف لنا حاجات جديده. دي السمكره بسمه. ده اسمها سمكره. بالضبط. بيضيف حاجات جديده. وعزة اتمنى انه يكون بخير وعافيه واسرته جميله. نعم. وقول له صباحات الله بخير ونشوفك يا استاذ. والله. اي. نعم. والثاني تعاملنا مع الشعراء الحديثين. تعاملنا مع تعاملت مع عبد العال السيد. نعم. في كم عمل جديد. نعم. وثاني من الشعراء يا رب كميه من الفن. الفرقه كلها بتتكون من من من, من اربعه او سبعه انفار تقريبا. أيوة. اللي هو اربعه اصوات. اربعه اولاد وثلاثه بنات. مرات بكون بنتين. نعم. لانه البنت الثالثه بتكون عندها عذر. بالضبط. في غياب كثير. نعم نعم. لكن الحمد لله الناس كلها موفقه يعني موجودين في السودان. موجودين في السودان موجودين. نعم. قاعدين واسلوا جو اس بيعمل لك شغل. نعم. بيقنعوك تماما. عندكم اعمال خاصه كثيره كثير. كثير جدا عندنا شغل كل حقنا. يعني ما غنينا مسموع الا الحقيبه. نعم. في مهرجان الحقيبه غنينا الحقيبه فقط. طيب كويس. خلينا انا برضو اسالك كملحن ونتكلم لغايه وانا ما اعرف حدخلك في حته ضيقه لكن لازم تكون ناقد محترف يعني. وانا درس لك من تجربه حمزه سليمان في التلحين مع عيد الجلال بالتحديد. وحمزه راجل طبعا راجل فنان راجل برضه ملحن ما سهل يعني. تقول شنو في تجربته؟ والله حمزه حمزه ده خط خط كبير. نعم. وخط يعني انا بعتبره جديد في اسلوب. نعم. الالحان الجديده. وهمزة يمتلك يعني صوت جميل. نعم. صوت قوي. نعم. وبعدين عنده أفكار كويسة جدا. صحيح. في اختيار الكلام طبعا بيختار كلام. صحيح. بيختار كلام ما من أي زول. اختار كلام كده براو. نعم. وحمزة هو يعني هو مؤسسي في عقد الجلاد الغنائية. أيوة مؤسس عقد الجلاد وكان صوت جميل في عقد الجلاد. صحيح. ف يعني ولسه فرقته موجودة بالمناسبة حمزة. نعم. أنا بعتبره ملحن درجة أولى. نعم. يعني من الناحية الموسيقية العلمية الأكاديمية. صحيح. زول أول. ما وعنده عنده نسبة مقدرة من الألحان مع عيد الجلال يعني. كمية عنده كمية. صحيح. عنده كمية. إحنا والله يعني نرسل له تحيانا من هنا. والله في كندا طبعاً. أيوه في كندا. فقدنا واحد من الفنانين برضه صوب الهجرة. والله نتمنى له التوفيق. إن شاء الله يا رب يكون مشاهدنا. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. واتصلوا تحيانا. طيب إحنا ثاني حنمشي نسمع عمل. نسمع. لجميرة. فلاوي عبد الله فلاوي. تمام. عبد الله فلاوي قبل ما ذكرناه لانه طب بالضبط عبد الله فلاوي نتمنى له صباحات الله بخير يا اخي. يا سلام. يعطيك العافيه استاذ فلاوي. شكرا. نعم. Take down.
الهلاوي افيخ طبعا برضو الهلاوي مفردة براها يعني. ايوه مفردة مميزة بالضبط زي بيقول ورد وردة وردة صحيح تزبل من حتات جميلة بقى. هي مفردة يعني غارقة في الدارجة مرة لدرجة والله كنت بتمنى اتعامل معاه اكثر نعم واكثر لكن الظروف ما جمعتنا كثير يعني نعم. انا وفي الهلاوي ده يعني طيب بالنسبة بالنسبة للفرق بشكل عام يعني خلينا ادارتها مش صعبة شوية نقدر لك فنانين اكثر من صعبه والله نعم والله صعبه جدا يعني انا حكايه التديره دي وبروفاتها وحفلاتها والحاجات دي كانت بالنسبه لي صعبه جدا لكن قمنا وزعنا الشغل وزعناه لكل زول اديناه مهام نعم عملها كان يديرنا تماما يعني سراج الدين مصطفى نعم كان مدير عام الحفلات الحاجات الاعلام كله كان ماسكه هو نعم لكن انا اجيب انا علي اقعد الحن ووزع الغناء ووزع مع الناس كده نعم واعمل كده ف دي ميزه في ثاني ناس يعني بيقوم يجوا من بدري يظبطوا يعملوا تدريب للصوت نعم للبنات بالذات نعمل تمارين صوت بنعمل تمارين صوت للاولاد نعم قبل البروفه دي كان شغلانية كثيرة طب انا طبعا سألت السؤال ده لانه بطبيعة الحال يعني اذا انت الفنان صعبة ودائما الفنان متمرد يعني ايوه صح ومرات مود واقع مرات ما عنده مزاج مرات ما ايوه عشان كده انا سألتك من صعوبة ادارة فنانين يعني صعبة والله والله بالنسبة لادارة يعني. الفرق الكبيرة دي بدنا صعبة يعني انا يعني هسه اشوف فنانين عندهم مدير الاعمال تعبانين جدا معاهم يعني انت عشان تقول له تعال تلقى نايم صحيح الامزجه ما الفنان مزاجي هاي مزاجات كده نعم
فصعبه جدا يعني دول يكون ما عنده مدير اعماله. نعم صعبه. منو من الاصوات حاسه بانه يرجى منه يعني الاسس اصوات الشاب الموجوده؟ والله اذا فنان كده اذا التزم بالغنى الجاد يكون عنده مستقبل كويس جدا. منو ممكن نقول؟ والله اول حاجه يعني عندك واد اسمه الدرديري. نعم. صوت جميل. صوت ممتاز. نعم. ثاني هاني عبدين ده ذول طبعا هاني اتعامل معاك طبعا في عمل اتعامل معاي في ثلاث اربع اعمال. نعم. هاني بس للكسل بس ويطلع لبرا. نعم. ثاني تومات مدري ذي لو لقوا رعايه شويه بيكون عندهم مستقبل كويس. اللهم مجتهدات جدا بالمناسبه. يعني انا احترم اصواتهم جدا وكاداء. نعم. بعدين ادائهم متطور. نعم. ايوه. دفع السيدي يا اخي الله شاكر لك جدا انك كنت معنا الليله. والله انا سعيد جدا والله. ونتمنى نلاقيك ثاني انت والفرقه. ان شاء الله باذن الله. وتكون الحلقه دي فاتحه خير للفرقه تعود ثاني. ان شاء الله باذن الله. بشكل افضل وبشكل اقوى يعني. وزي ما قلت لك قبل باللي انت شايفه في الساحه نحن محتاجين لفرق جاده زي دي تأدي غنى جاد يعني. باذن الله. فانا اشكرك جدا والله لحضورك. الله يديك العافيه يا استاذ. تسلم يا رب. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم في كل مكان. على حسن المتابعة تاني حنغني وحنعود نواصل الجزء الثاني من حلقتنا. خليكم قاعدين. Thank you.
لكم التحية في كل مكان. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة صباح الشروق، ووصلنا للجزء الثاني من حلقتنا، وأنا سعيد جدا بأنه يكون معي واحد من الأقلام الصحفية الشابة استطاع نجمها مؤخرا على مستوى الحوارات، تحديدا الحوارات الصحفية والحائز على جائزة التميز، محجوب محمد صالح. صحيح. مؤخرا رحب بك أستاذ صديق دلاي، حبابك. أهلا وسهلا، مرحب بكم، وأنا سعيد بالمقابلة دي، ونتمنى أن نكون مفيدين للمشاهد الكريم. نعم، ونتكلم عن الجائزة أول حاجة. الجائزة أولا الشرف الكبير أنها تحمل عنوان الأستاذ القامة في الاستقامة والمهنية الصحفية، وأنا قبل فترة ليست بعيدة كنت أتناقش مع الأستاذ البروف علي شمو، وكان يحدثني عن طريق الصحافة السودانية وكيف أنجبت أفزاز، فكان الحديث تعويضا وتسكيرا وإشارة إلى الأستاذ المحجوب. نعم. وتحداني الرجل بكل تاريخ التوثيق، وقال لي أتحداك أن تمر على مقالات الأستاذ محجوب وأن تجد فيها إساءة أو إفراط أو طرح ناقص. ولذلك الجائزة الحقيقية للأستاذ من منصة الأستاذ محجوب محمد صالح هي هذه الاستقامة المهنية وهذا التجرد للوطن وللمهنة. نعم. فضلا عن ذلك، نحن نعتقد أن الصحافة مرت بعهود كثيرة، وكانت دائما هي التي تفتح شرايين المواطن العادي وتقدم له المعلومات. وأعتقد واحد من الصحفيين قال قولة مشهورة أن داخل كل صحفي نوع من الاحتجاج، أو لابد أن يكون يساريا. الصحافة قائمة على الاحتجاج. وأنا من هنا أحيي صقار المحررين، هم الذين يجوبون البلاد طولا وعرضا ويقدمون التحقيقات الاستقصائية والحوارات الذكية والأخبار الصعبة، ويقدمونها يعني في الصباح الباكر للمواطن حتى يكون مواعيده وتوقيته مع المعلومة الصحيحة. هنالك عشرات جنود مجهولين يعني. نعم. نعم، أنا قبل قليل كنت أحدثك عن العمل الشاق الذي تبذلونه أنتم. نعم. من الجنود المجهولين المصورين، ونحن عندنا في الصحافة الورقية الموضوع أسهل. نعم. من ذلك بكثير. ولذلك عودة إلى الجائزة وإلى مزاج الجائزة، أنها في الحقيقة كرمتني مرتين. مرة بهذه المنصة اللي هي مثال في المهنية والاستقامة والتجرد. نعم. ولا نقول الحياد لأنه صعب وغير مطلوب. الشيء الثاني في هذا الموضوع هو نوع الحوار الذي فزت به، وهو مع شاب صغير من جبال النوبة كان مشاركا في الحرب، وفي هذا الوقت بالضبط الآن يعمل في مستشفيات الخرطوم ممرضا، يزعف المرضى ويداويهم ويجري بين المرضى ليعالجهم، مع أنه الطبيعي أن تكون نتيجة هذه الحرب وهذا الشاب. نعم. صغير جدا أن يكون مليء بالحقد والقبن والطاقة السلبية. نعم. أنا قدمت هذا الحوار وكنت متأكدا وواثقا. لماذا؟ لأنني أيضا متأكد وواثق من حيادية اللجنة وشجاعتها أيضا. أنا أصفها بالشجاعة لأن الحوار لم يجرى مع شخصية بارزة أو لامعة أو نجم، إنما الموضوع وعمق الموضوع وهدفه الكبير. نعم. والتجلي الذي أبداه هذا الشاب وتوصيفه الدقيق وخياله الذي من المفروض أن يكون ليس بعيدا، إنما يصف الحقائق بدقة. طيب، وصف أجواء الحرب. نعم. ووصف لأي درجة كان جنديا يحمل الجرح على مجموعة من الحمير مع الصبايا الآخرين، وذات مرة سأل أبيه وأعمامه لماذا تحتفظون بهذا الكم الهائل من الأسلحة هنا في بيوتنا، فأجابهم. على أي حال هذا الفيلم سيتحول بعد
فترة وجيزة إن شاء الله لفيلم وهو مليء بالصور. هيكون فيلم ناجح جدا بالمناسبة اللي نعم. ما قلت أنت لعمق الفكرة لاختلافها حتى يعني واختيارك الموضوع ده، وده بقودني طوالي مباشرة للسؤال الذي يفرض نفسه. يعني أنت ميال للحوارات أكثر من الكتابة الأعمدة على مستوى مسيرتك يعني. نعم أنا ابتدرت نوع مختلف من الحوارات محتفظ بالمهنية والعفوية، وأنا أعتقد أنا لم آتي صدفة لهذا الموضوع، إنما هي رؤية صحفية متكاملة. وأعتقد أن الحوار بطبيعته البسيطة وأسئلته الصغيرة والإجابات الصغيرة كان مغروء جدا، وكان يعتمد على الوانتو، ولكن أسئلة أنا أعتقد أنها مضبوطة ومقصودة ومنتجة بلياقة عالية من المراقبة ومن الترصد الحميد. نحن بنسميها الكبسولة عندنا هنا في التلفزيون. أيوة بالضبط طبعا. نعم. وهي حوارات أنا أعتقد وجدت قبول من القارئ أولا، ووجدت قبول كبير جدا، وتصابغ عليها رؤساء التحرير ليتعاملوا مع هذه الحوارات. نعم. وأعتقد أن الشيء الأساسي في هذا الموضوع هو تبسيط الأسئلة والاعتماد على الإجابات الصغيرة ومحاصرة الضيف حتى ينتج معلومة. وأنا أعتقد أن الحوار الشخصية هو المهم، حتى مع الشخصيات السياسية الكبيرة والنجوم، حينما تسأله كيف تصف لي مثلا محمد في 7 من عمره وهكذا، يعني بعد ذلك أتدرج معه كيف درس وكيف أختار وما هي علاقته مع الآخرين. من هذا الحوار يخرج القارئ بفهم لشخصية هذا النجم أو هذا السياسي. نعم. كيف يفكر وكيف تخرج منه العبارات. نعم. ده برضو قدني طوالي لسؤال المنهج، يعني ما هو المنهج الذي يتبعه صديق دلائي؟ هو منهج أن تكون أمينا مع الضيف، وأن تطرح الأسئلة كلها في بطريقة مبسطة. نعم. إيقاع الحياة السريع بات هو المسيطر على القارئ. صحيح. فضلا عن ذلك، أن تعريف الصحفي أنه ليس مسجلا. نعم. انتهى عهد الصحفي الذي يأتي ويضع المسجل أمام الضيف ليقول ما يشاء. نعم. وهذا الحوار سيكون مرفوضا، وسيكون الضيف عبارة عن يعني تسجيلا مطولا، الإجابة لا تتحمل بضع كلمات، فإذا استنفر الضيف كل قواه واستسهل الحديث أنت ستعرض نفسك للملل مع القارئ الكريم. التحرير ذاته بيبقى صعب. نعم نعم. فضلا عن ذلك أنا لدي مئات الحوارات لم تخرج عن السياق أبدا، وكان هنالك غضب من بعض الذين حاورتهم، وذلك بسبب مستوى المعلومة أو المين شيت أو أحيانا الاستدراج للضيف أيضا لكي يخرج المعلومة الصحيحة. من هم أبرز من حاورتهم سواء كان نجوم أو سياسيين؟ كلهم، جميعهم بكل المستويات. نعم. على الإطلاق. نعم. الدكتور شداد. نعم. هاشم صديق. نعم. صلاح قوش. نعم. على الإطلاق كل المستويات، كل النجوم. نعم. وكل أنواع الحوارات أنا يعني ولكن قل لي ما الحوار الذي لم ترضى عنه؟ نعم. أنا أعتقد مع وزير المالية الأسبق كان حوارا لم أكن راضيا عنه. لماذا؟ أبدا. ربما حضور الضيف. نعم. أيضا هنالك حوار مع التشكيلي، التشكيلي مع عبد المجعل. نعم. بنسى اسمه طبعا. من التشكيلين الكبار ولا الشباب؟ الكبار. الكبار. نعم. عنده هنا في الجريف مركز كبير. راشد دياب. راشد دياب. راشد دياب. نعم. راشد دياب أنا كنت أقصد من الحوار أن نسترسل في الإجابات، وأن
نطوف حول المواضيع بخفة وبعمق. نعم. فوجدته مركز تركيز عالي وكان يتكلم كلاما أكاديميا جافا. أنا حينما أحدثه عن الألوان وعلاقته مع الألوان يعرف لي الألوان وما أدراك. فلم أكن سعيدا بهذا الحوار. ولكن على الصعود الأخرى كل حواراتي كانت ذات نجومية عالية بحمد الله. وأنا أعتقد أن الرضا هو طبيعة هذه الحوارات. صحيح. مرة وصف لي حسن إسماعيل وهو في الضفة الأخرى من مما يقف منه مع الثورة أنا ومع الحرية والتغيير. فوصف أن صديق دلال حينما يجري الحوار كأنما يتناول معك سيجارة ويمشي بك على النيل وتبدأ الونسة. أيضا أنا أسرغ الضيف من نفسه بمعنى أني أجعله يتحدث بأمانة، وهذه هي الموضوعية والمهنية التي يجب أن ينتبه إليها الجيل القادم من الصحفيين. ما رأيك؟ ده سؤال طوالي بفرض نفسه برضو بعد كلامك ده في أمانة ومهنية الصحفيين سواء كان هذا الجيل أو الجيل أو الجيل السابق. الأمانة الصحفية كيف تراها الآن؟ ممكن أديها كم في المئة؟ ما أستطيع أن أعطيها إجابة رياضية، ولكن ممكن أن أصف هذه المواضعة من خلال الرضا والرفض من القارئ ومن المشاهد. هنالك ملاحظات كثيرة جدا على الصحفي وعلى مقدمي البرامج وعلى السوشيال ميديا، وهنالك نواقص كثيرة. نحن نتحدث عن إبداع ومواهب، ونحن نتحدث عن الذي يصنع الفرق في هذا الموضوع. بكل أسف الساحة الصحفية وأعتقد القنوات حتى هي والدراما والمسرح باستثناء الفن مع بعض الملاحظات أنه ينقصنا الكثير. إذا نظرنا إلى الجيران في مصر وجدنا المحاور اللبق والمحاورين الذين وضعوا بصماتهم وروحهم على المشاهد والقارئ. وأنا دائما أضرب مثل بوفاء الكيلاني وببسمة وبآخرين سيطروا على المشاهد وأنتجوا أخبارا وأنتجوا زخما في الصحافة والحوارات. نعم. بعض الناس بيقولوا إنه مؤخراً بعض الحوارات الصحفية تحديداً هي حوارات علاقات عامة ليس إلا يعني. هذه هي المصيبة. وأول من يتضرر من حوارات العلاقات العامة هو الضيف. صحيح. الذي يعطي إشارة بشكل ما إلى العلاقات العامة. نعم. القارئ حصيف وغير صبور على أي نوع من الخدعة، وتسويق الضيف من خلال الحوار يوضح من المين شيتس ويوضح من طبيعة الأسئلة وطبيعة الأجوبة. لذلك الذي يخسر هو أولا الذي يحاور وثانيا الضيف، والفيدباك هو خسارة كبرى على هذا الموضوع. حوارات العلاقات العامة تؤثر أيضا في درجة التفاعل وكشف الحقائق وتضع استفهام وتعجب. لماذا يلجأ المحاور أو الصحفي إلى هذا النوع من حوار العلاقات العامة وهو غير منتج حتى للضيف وللمحاور؟ وهي ثقافة فيها إدانة كبيرة على المهنية وعلى الاستقامة، ولذلك هي مستهجنة جدا ومضرة للطرفين. كيف ترى مستقبل الصحافة الورقية وأنت رئيس تحرير صحيفة المستقبل الإلكترونية؟ كيف ترى الورقية، كيف ترى مستقبلها؟ هو تكلم الناس، طبعا الناس تكلموا عن موت الكتاب كما تكلموا عن موت المثقف كما تكلموا عن أنه لم تعود الجريدة هي الجريدة ولا الكتاب هو الكتاب يعني. طبعا أخي محمد، إذا الآن ذهبت إلى شارع الجرائد وهو في الخرطوم شرق شرق شارع القصر، هذا المكان كان سوق. صحيح. سوق حقيقية. صحيح. في الشوارع الجانبية وفي الأزقة وفي كده، فهنا يلتقي الصحفيون والمحررون ويتناولون أخطر الأخبار. صفة أساسية في المحرر وفي الصحفي أنه يمتلك المعلومة وأنه له القدرة العالية على ربط الأحداث، ويعتبر من أهم المتحدثين في الشأن السياسي والشأن الفني. ولذلك
هذه الأماكن الآن أصبحت خالية من الناس تقريبا. سوق الصحافة تقريبا انتهى، وما يصدر حاليا من صحف للبقاء وللبقاء أكثر. وأعتقد أن القطاع الصحفي تضرر جدا من هذا الموضوع وهرب، ربما جاء إليكم في التقديم وربما ده سؤال مؤجل طبعا. ده سؤال مؤجل أنه فارل ديو مساحة براو كويس. لكن نواصل في موت الورقة وموت الورق. هذا شيء طبيعي لأنه ثورة الإنترنت والإيقاع السريع الآن في السوشيال ميديا وفي صفحتك على أقل تقدير. أنت تشاهد على مستوى الواتساب وعلى مستوى الفيسبوك. يعني ظهر كتاب خطيرين ثقار وعندهم عبارات وجمل ولديهم رؤية وعندهم موهبة في التعبير وفي جمال العبارة وعندهم أيضا رؤية في الاختراق، ولذلك ظاهرة كاتب الشباك انتهت. وظاهرة احتكار النجومية لبعض النجوم الذين شاهدناهم قبل 10 سنوات أيضا هذه الظاهرة انتهت. الآن التدفق الكبير للأخبار أحدث التشويش وأصبح سوق الشائعات يزاحم الحقيقة، ولذلك أصبحت المواقع تلهث وراء الأخبار. وهنالك قضية أخرى، هو هذا الكم الهائل من تدفق الأخبار يشوش على التركيز ويخلق نوع من القلق والتوتر اتجاه الأخبار المنتشرة. في هذا المناخ ربما الصحف الأخبار المنشورة في الصحف تجد يعني مصداقية وتجد احترام أكبر، تجد متابعة وتجد، ولكن اهتمام. موجة السوشيال ميديا كبيرة جدا ويعتمد عليها كما نشهد حاليا في جريمة بري. هذه الجريمة الصعبة والشنيعة والتي توقف عندها جميع الناس بإحساس مؤلم، وما زالوا يتابعون ويحاصرون الشرطة أن تخرج بيان. طلعت بيان الشرطة طبعا. طلعته تقريبا صباح اليوم أو مساء الأمس. البيان كان مغتضب جدا وكان ذكي جدا. وأعتقد أنه تم تحريره بعناية فائغة وبعيدا عن الشرطة التي تغمع المظاهرين السلميين. نحن نحيي هذا الجهد في المباحث الجنائية وأيضا في الأركيز الأخرى المختصة بهذا الموضوع ممن جاءوا في مسرح الحادث وأدوا عمل مهني كبير. نتمنى أن يكلل بالنجاح وأن يعلن عن من الذي قام بهذه الجريمة بشعة التي أرهقت الناس على كل الأجيال. هذه جريمة مخيفة وصعبة على الإحساس العام. سؤال لأنه قال لي زمانك ما باقي فيه كثير، وهو أنا كان مفترض أسألك من الهروب الصحفي من الصحافة يعني والهجرة، وبعضهم هجر هذه المهنة لكن بعضهم تحول إلى مقدم برامج. يعني كيف ترى ذلك؟ هل أي صحفي شاطر ممكن أن يكون مقدم برامج شاطر؟ كأني أرى احتجاجا على هذا الموضوع. أنت ابن الشاشة. لا تسميه هروب، بل هو إجبار على أن يقادر وهو أكل عيش. فحينما يعني تم تخفيض هذا العمل الصحفي الكبير وتم إغلاق معظم الصحافة وغلى التوزيع لأمور مفهومة ومنتشرة ومبررة، انتقال الصحفيين ومزاحمتهم في العمل في الشاشة، هم هنالك ندية وهنالك يعني تعصب كما يتعصب خريج جامعة الخرطوم لجامعة الخرطوم. هنالك تعصب للمهنة، وهم يقولون أن سبب التعمير القنوات بهذه المادة إنما هو بسبب الصحفيين، بل يقولون أكثر من ذلك أن النجاح الذي يتقنى به أو تعمر به الشاشات هو من بستانهم أو من أغلامهم. عموما هذه مظاهر حميدة في التنافس
وفي الاحتجاج على هذه المساحات المأخوذة. وكما تعلم أن ميدان الصحافة وميدان الإعلام على العموم لن يبقى داخله إلا صاحب موهبة. صحيح. وأنا دائما أضرب مثل بوجود قوانين الفيفا. لو تذكر أخيرا تم الإعلان عن زمن إضافي زايد. صحيح. هو ده يعود إلى أنه أي زمن فيه تعطيل للموهبة أو فيه تعطيل للكرة تكون متحركة. نعم. هذا يعتبر زمن محسوب عليك. نعم. المفيد في هذا الموضوع أن قوانين الفيفا اعتمدت أو ستعتمد أكثر على أن أي لاعب غير موهوب لن يكون مكانه المستطيل الأخضر. صحيح. بالفعل القاري والمشاهد يحاكم أو يحاكمكم أنتم مثلا في الشروق أو في أي قناة أخرى بأن الريموت في يده. صحيح. ولذلك أنت كمدير عام أو أنت كمشرع لماهية هذه القناة ما لم تحتمد الموهبة والإبداع لتضمن المشاهدة لتضمن المشاهدة. صحيح. وهذا سوق. الجيد في هذا الموضوع هذا سوق. ما لم تضمن هذا الموضوع بهذه الجدارة. نعم. ستخرج من السوق. نعم. ولذلك أنا أعتقد أن تزاحم الصحفيين وأصحاب الأغلام والهجرة الإجبارية من الورق إلى الشاشات. نعم. فيها كثير من الملاحظات. نعم. وأنا أعتقد أن كثير من مقدمي البرامج يجب أن ينتبهوا إلى أخذ أو استقلال الحرية بشكل أكبر. وفي كثير من مقدمات البرامج من أخواتنا المذيعات هم بيكونوا معسمين جدا في شكلهم وبيخصم من درجة التركيز. لو لاحظت في الشاشات الكبيرة والقنوات الكبيرة لاحظت لهذا الموضوع وخلقت حركة في الاستوديوهات وجعلت إنه المذيع وده انت انا ما لعنك انت قدامي ولكن انت مشكور حتى في قناة النيل الأزرق بانك بتكون طبيعي. نعم. تكون طبيعي عشان المستمع والمشاهد يتعامل معك يحس بالانتماء. نعم. نعم. فضلا عن ذلك في الزمن الجاي احنا حنشهد او حنشاهد المونتاج حيقلل. صحيح. والتلفزيون الواقعي الان ينتشر مباشر. بالضبط. ايوه. صحيح. فالوسيط ينسحب من هذه المواضع. صحيح. ما بين المشاهد وما بين القنوات. نحن برضو هنواجه نفس المشكلة والناس بدوا يتكلموا عنها حقيقة بأنه التلفزيون إلى زوال لأنه تلفزيونك في تلفونك. صحيح. أنت اللي بتحدد وقت المشاهدة، أنت اللي بتحدد المادة اللي عاوز تشاهدها. صحيح. وكل الناس لجأت إلى الهاتف. المهم غاية ولا أمهاتنا يكونوا قاعدين في التلفزيون الفترة الصباحية. أنا أشكرك جدا والله أستاذنا صديق دلاي على هذه المعلومات وعلى هذا الحوار القصير. نوعد بأنه حيكون في حوار أطول. صحافة فيها كلام كثير مفترض يتقال. وأشكرك المرة الثانية. أنا شاكر جدا. وقبل ما أجي هنا أنا مبسوط من أدائك الطبيعي. تسلم يا رب. طريقتك اللي هي أنا أعطيت تشبه حواراتي على الورق. نعم. أن تكون طبيعي، أن تكون بسيط، أن تكون عفوي، أن تكون أمين ومباشر. صحيح. هذه هي المهمة. صحيح. شكرا جزيلا. شكرا. في كل مكان تقبلوا تحيات كل الفريق العامل اللي أنتج معنا هذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء لكن يوميا في صباح الشروق. خلوا بالكم من روحكم وبعيد من المشاكل. السلام عليكم.